هاد الروابط هادو لا رحنا غير ضاحكين وغير تنكلاشو بعضياتنا وغير مفاهمين، مصيبة كبيرة لكن انتو هادي رسالة لهاد الروابط هادو، وانا راه باغي لكم غير الخير كاملين. واخرتها شنو؟ اخرتها موت، طرتي نزلتي جمعتي المليارات جمعتي الملايين في لي زابوني وصلتي ما عرفت فين درتي الاشهارات، من بعدها انت وصلتي لهذاك الشيء اللي كتقاتل عليه انت بالحرام والحلال باش توصل ليه، غيرك انت عايش فيه روتين، غيرك عايش فيه روتين، انت تخرج من اقامه هذاك جارك انت اللي كتقلب تشري انت يا دار باش تولي فحاله راه عايش فيها عادي، زعما ما ماشي هي انتهاء الحياه. حنا قلبنا الوسائل السعاده اعطيناهم السعاده بعينها. سمعوني يا اخوتي الرباط، الا كنتو هادشي اللي كديروه من باب انكم توصفوا ما كاين في المجتمع، معذره، الغايه لا تبرر الوسيله. باش توصف لي انت المجتمع بواحد المقاطع بواحد الكلام كله خلاعه، اسمح لي بغض النظر على الموسيقى واش حرام ولا حلال، اسمح لي انت ترتكب الاثام، انت تسعى في الارض فسادا، انت تعلم الناس هتك الاستار. دابا ملي تيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكلاشات، النبي صلى الله عليه وسلم تيقول في الحديث الصحيح، من ستر عورة أخيه ستره الله، ومن كشف عورة أخيه فضحه الله في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا والآخرة فضحه الله يوم القيامة. وفي الحديث الآخر، ومن يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته ويفضحه حتى ولو في جوف بيته. بعدها لكن انت يلا انت غير كتكلاشو نتوما فاهمين قبل ما تبداو الكلاش، علمتو الناس هتكون عوارات، نتوما دابا ماشي تحتو في العوارات، نتوما علمتو الناس، نتوما وصلتو الشياطين الفوق، نتوما تديرو خدمه الشياطين، قلتو الشياطين نتوما خذوا روبو حنا كنديرو خدمه ديالكم، ماشي وقع بينك وبين المشكل. اما لو وقع بينك وبين المشكل انت راه كتنشر الكبائر، لانك انت يا مامور بستر عورات اخيك، ماشي تاخذ عوره ديال اخيك وتخدم بها وباش دير بها البوز، علاش؟ باش تربح الفلوس. اسمعني، طياره، طوموبيل، هليكوبتر، سلسله الفنادق، الا كانت مكتوبه لك عند الله تبارك وتعالى راها مكتوبه، علاش تاخذها بالحرام؟ خذها بالحلال، لو صبر السارق على رزقه لاخذه بالحلال، علاش خذها بالحرام؟ مكتوب ليك، مكتوب ليك، علاش كتسعالوا بهذه الطريقه هذه؟ ثم تحاسب عليه. وها انت وصلتي للقمه ديال داكشي اللي بغيتي، ومؤخرتها شنو؟ اخرتها شنو؟ الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. كاين الكونت ديال الدنيا راه كتعمرو، وكونت الاخره طلع عليه ضرب عليه شي طليله، قول هاد الاغاني ديالي شنو استفدوا منها الناس، شنو خرجات هاد المشاكل اللي كنوض انا ورد على هذا كلاشي هذا، اشنو استفدوا منها الناس، شنو هو الانطباع ديالي في الناس؟ ها واحد النهار كاع صافي انا تندير الغلط، الله يتوب علينا، وراه الدنيا بغات الوقت بغات، ما تفكرش النهار اللي تبغي تتوب كاع باش من وجهة تلاقي الله عز وجل. راه فرق اخوتي بين هذاك اللي كيدير الذنوب وتيكمي وتيسكر وتيشرب تيقول الله يتوب عليا ما ضر حد، وفرق بين هذاك اللي كيضر في الناس بالليل وبالنهار واحد النهار تيقول باغي نتوب، لا وفق الله للتوبه، هادشي لا وفق الله للتوبه. راك تعرف اخاي الرابور، الا كنتي انت كترابي بتخسر الهضره، هذاك تخسر الهضره يا اخي الكريم، راه تيعلم اجيال وتتولي هذيك تخسر الهضره اللي تتقولو نتايا، تيولي سيئات جاريه. ملي تيبداو الدراري يحفظوها وتيفرح تيقول لك راه التراك اللي حطيت انا راه حفظوه، راه المغرب كله كيغني، وراه مشيتي فيها مسخوط، راك مشيتي فيها تيردكي على مولاك لعل الله شي تبقى تعبد ربي حياتك كامله باش ينساو الناس داكشي مابقاوش يقولوه، وعادي يغفر لك الله عز وجل. علاش؟ لان هذيك سيئات جاريه. عرفتي شنو هي السيئات الجاريه؟ هذيك سيئات جاريه يعني كاع الناس اللي غيبقاو يقولوا ديك الهضره غتبقى دير الاسم ديالها، وانت ما قلتيش هضره صغيره، وقعتي في الاعراض، وقعتي يا ولد الفاعله يا ولد الزانيه يا ولد التاركه يا ولد الفاعله يا ولد اللوطي يا كذا يا كذا يا اللي باك كان تيدير مع بات عمت جدات خالت، وشي هضره وشي كلام وشي كذا، هذا 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 تطير فيه الرقاب هذا الكلام هذا اللي تيجيو الناس يقولوا دابا تيتعلموا عادي. ايوا كيفاش؟ ايوا كيفاش؟ صافي راه نتوما رجعيين، وهذاك راه الراب راه فن وفيه تخسر، ضروري الراب خصو يكون فيه تخسر الهضره. شوف انا ما ندخلش معاك في الراب تخسر الهضره ولا ما تخسر الهضره، اصلا هذا الفن هذا كامل اللي كتسميوه نتوما فن جا من امريكا، وامريكا عايشين كالبهائم، مجتمع معروف كيفاش عايش تخسر الهضره وكذا وكذا وكذا،
انت مسلم يحكمك رب العالمين سبحانه وتعالى، دينك تيحكمك، مجتمع انت عايش فيه فيه الحرام وفيه الحلال. انت يا الا متي عندك الله تبارك وتعالى، واش دابا انت ضروري باش تقنع راسك خصك تولي ملحد باش ما تبقاش تسمع كلمه حلال وحرام، باش انت تصنت لهاد الموسيقى تقول انا ملحد وتعاد تشبع منها وما تلقى فيها ولا تقول انا رجعت للاسلام؟ وراه هي موضه الالحاد اللي ولات عند الشباب ديال اليوم.